اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي ومشاهدي اخبار ميديا في كل مكان. معاكم النهارده في لايف جديد، بس للاسف لايف مأساوي جدا. معانا اسره ساره هتحكي لنا تفاصيل الواقعه والحادثه اللي حصلت اول امبارح، فلقاء لله. ممكن تحكي لي بقى حاجه، ايه اللي حصل بالتفصيل مع ساره، وايه سبب ان هي حماتها ان هي تعدى عليها وتقوم تخلص حياتها؟ اللي حصل لسارة ما يلحقيش ولا تشافها. اللي حصل لسارة مأساة كبيرة قوي، وهي بتعاني منها من يوم ما دخلت البيت ده، بس للأسف حبها لجوزها خلاها تستحمل التعب والمشقات دي كلها. حتى كل ما أقول لها يا بنتي استأذنيه وتعالي عندي، تقول الولية كبيرة يابا وما اقدرش اسيبها. بدأ جوزها يسافر بره ويبعت ماديات، بدأت المشكلة من هنا. يبعت لامه جزء ويبعت لمراته جزء، طبعا مراته عاوزة تبني مستقبل ولادها. بتصرف جزء في البيت ومتعين جزء في بوسطة في بنك الله أعلم. ساعة ما كان محمد جوزها لأنه كان مسافر السعودية ويبعت لهم الماديات، تبدأ المشكلة من يوم بعتان الماديات ويفضل الحوارات. حماتها بتتضايق إنه جوزها بيبعت لها فلوس. حتى شيلت بنت الحمل زائد قوي عليها. حتى قلت لبنتي سلمي لهم الحمل هم يصرفوا. قالت يابا هم مش راضيين. هم قالوا أنت تصرف علينا، اللي جوزك بيبعت لك 6-7000 جنيه، بيبعت لنا احنا 1000-1500 بس. عايزك تحكي لي التفاصيل بتاعه الحادثه نفسها، ايه اللي حصل وعرفت الموضوع ازاي اصلا؟ الموضوع انعرف، انا راجل على جد حالي شغال بمهندس مدني في فابوس، عامل في الشارع بكنس. ضرب عليا تليفون، ساره بنتك اتوفت. من مين التليفون؟ من عمتها منى. الكلام ده في حدود 9-9:30. تمام. رقم منى مش مسجل معايا. حتى انا لما رحت هناك جت قالت انا ضربت عليك يا عم احمد. قلت لها متشكرين يا زين. كنت انا شغال عند مدرسه الثانويه. مسافه ما رحت من هنا لهناك في توك توك يستغرق حوالي 10 دقائق ربع ساعه، يعني عشان زحمه الطريقه وكده. قابلني رحت لقيت الناس ملمومه والحريم ومنظر لا يطاق. ايه بقى اللي حصل هناك اول ما رحت؟ شفت ايه؟ قابلني واحد منهم من الجيران، قالوا خلاص يا عم احمد البقاء لله واحنا عملنا التصريح. طب التصريح دي العمل بناء عن ايه؟ يعني ما فيش من 9:30، انا استغرقت 10 دقائق، كان 9:15 كنت انا حداهم. التسريح العمل امتى وترتبت الامور دي امتى؟ ثم واحد قال لي ده هي كانت فوق واحنا نزلناها تحت. طب ايه اللي وصل حماتها او اللي جابوها من فوق نزلوها تحت؟ السؤال هنا بقى قبل حماتها معاها مفتاح باب شقه، وبنتي كانت بتنام في اوضه الاطفال. حماتها فتحت باب الشقه بالمفتاح بتاعها ودخلت على بنتي بالليل، هي ومنى واسماعيل. حتى كانوا واخدين ابنها مبيتينه تحت اللي هو الكبير السيد عنده حوالي عن 7 سنين، الشاهد الوحيد. السبع سنين البنتين لكم هو ساعد على من 5 سنين اللي هي الوسطانية الصغيرة بتاع 3 سنين 3 سنين ونص. يعني حتى لو ضحكوا عليها باكو بسكوت مش هتعرف تقول حاجة. تمام. المهم رحنا، المهم قال البقاء لله واحنا طلعنا تصريح الدفنة والحكاية والرواية. قلت خلاص عوضها عليك يا رب. وقلت طبعا بعد اذنكم انا طالب اشوف بنتي. دخلت لقيت بنتي متمدده على السرير بوسطه في جرتها وروحت طالع.
فطلعتي كانت الحريمي بتاعتنا داخلة الأوضة بتاعتها يشوفوها بقى. يشوفوها تمام. يبقى واحدة من الحريمي بتاعتنا بتجلب في بنتي، يبقى لقيت في كتمات هنا أثار خبطة عند المكتب بتاعها هنا في رقبتها. قالت تعالى يا عم احمد شوف بنتك تاني فيها ايه. جات تتفرج على رقبتها ويتعوض عليك يا رب. حتى طلعت من الاوضه قلت لانشراح متشكرين يا ست ام محمد قدام الدنيا كلها، متشكرين على اللي حصل منك. حتى بصت في وشي كده وراحت حاطه وشها في الارض. عرفت انت كده وقتها ان هي ضربت بنتك و عندي احساس، لان الاحساس ما بيخيبش. لان هي قبل كده كان فيه شويه زعل كان بينها وبين بنت. كان في اثناء فرح ابني كانت هي جايبه عيالها هنا لما فردت حلق بنتها ضاعت منها. يبقى في فردت حلق وقعت، يبقى ساره بنتي زعلت جدا. قلت لها ما تزعليش يابا، بس ما هروب من الفرح انا هجيب لك حلق بنتك. تمام ما تزعليش. جات ربنا كله عوض يابا، الحمد لله اللي اجت فيه في بنتي. قلت لها خلاص يابا ربك كله عوض، بس المسير واستعدل هجيب لك حلق بتاع بنتك. المهم روحت قالوا لها الحلق فين؟ حصلت مشجرة ضربت على جوزها قال يا ساره انا هجيب لك حلق ما تزعليش. جت ابويا قال انا هجيب لك الحلق. ساره تبطل مشجره تاني بين ساره وبين حماتها وبين منى. يقطع اسم المشجره فضلت حتى الترميه في الطلعه وفي النازله. روحت صلحتهم على بعض، الولايه جت بيني وبينها ربنا. اجى في يوم ضربوا على محمد، دانهم يدوروا على رقم محمد اخويا عمها عشان يعني ايه هم مش قادرين ياخدوا حق ولا باطل معايا. قالوا نوصل لعمها. مين اللي بتدور؟ عمتها بتاعت السامعنا. لا عمتها بتاعت السامعنا. تمام. المهم ده انت جالي مرسال قالوا الحق رقم اخوك راح المنيا. مين اللي بيدور عليه؟ قالوا ده فلان الفلانيه. قلت طيب رحت لفلان الفلانيه انت بتدور على رقم اخويا ليه؟ قالت لا مش انا يا عم احمد، ده منى اللي بتدور على رقم اخوك عشان اختها بتاعت السمعنا. طب بتدوروا عليه ليه؟ قال عايزين نشكي له منه. قلت طب ما تجي لي مباشر، ما تجيولي انا مباشر واللي انتوا عايزينه اعمله، لكن في الطلعه وفي النازله ادالكوا تهزوا في بنتي ياخدها عندي يا تخليها تعتكف لا روحها فوق يا تاكلوا تشربوا مع بعض. طبعا ما وافقوش بالكلام ده، ما وافقوش، قالوا بيننا وبينها ربنا. طيب. حتى من ضمن الكلام انا بقولها طب انا عايز اجي اشوف بنتي، الكلام دي في التليفون، الله الوكيل في التليفون. قالت لو جيت لبنتك هنا حضرتك انت وهي من الشقه، لان البيت ده بيتي اني وانا عاوز ابيعه. ولا جوزها ولا حد له حاجه في البيت، انا عاوز ابيع البيت ده من الجد، لان البيت مكتوب باسم اني. قلت خلاص يا ستي دي بيتك، بنتي مسؤوله من راجل. بنتي اني مسؤوله من راجل. يوم مش لاقي لها سكن انا اخدها عندي معززه مكرمه هي وعيالها. وروحت قفل التليفون. طب انت لما شفت ان بنتك يعني حصل لها كده انت عملت ايه؟ لما لقيت في كدمات في جسمها انت عملت ايه؟ موقفك كان ايه؟ موقفي طبعا التجأت الى الشرطه. تمام. احنا الدكتور الاول قول يا عم الدكتور غريب ده شايل جبناه. لا مش اسمع، رحنا جبنا دكتور كشف عليها قال في كتمات هنا. تمام. بس طبعا خوفا من المشاكل ما قدرش يفسر. تمام. ومشي الدكتور. يجي بتوع الصحه برضه قالوا كتمات وسكته قلبيه. تمام.
ومش طبعا الشكوك دخل في صدري برضو ما ارتحتش، قلت انا اطلب الطبيب الشرعي. وبناء عن كده رحت لمحمد بيه نبيل جزيه كل خير، وقام معايا الراجل واجب على اكمل وجه. رجال المباحث انا اشكرهم لانهم قاموا معايا وعملوا معايا الواجب. ويا ليه لو احمد صرصر عنده السكه يعني. طب علاجه فين يا جماعه؟ حبيبي يا حضرتك اتحب السكر يا لا انت يا بنت اقمع عليه. طب هو مالوش علاج؟ عند السكر. طب يا جماعه يا حضرتك يعني زي ما حضرتكم تتابعوا معانا يعني والدها برضه في حالة صعبة يعني ربنا يصبره يعني حضرتك وتأكد يعني ربنا يصبره. انت كويس دلوقتي؟ كويس؟ الحمد لله. في شبهة جنائية يا استاذة التكرير؟ اه جنائية بتتصور البنت دلوقتي. انت كويس؟ الحمد لله. ربنا يزرع حاجة. ربنا يلهمك الصبر والسلامة يا رب. ربنا يزرع حاجة. في شبهة جنائية فعلا. وانا بشكر رجال المباحث على تعاونهم معانا لانهم عملوا جهد انا مش كنت اتوقعه في رجال المباحث بتاعت فابوس خالص. طب واشكر مصطفى بيه لتعاونه معانا برضو. طب هقول لك على حاجه، ساره دلوقتي لو سمعاك تقولها ايه؟ قولي ربنا يرحمني وانا بطلب الرأي العام وبوصلها للسيس. ديت بنتك يا سيس، ديت بنتك، كنت ترضى بنتك العامل فيها كده؟ يقول لي انت عاوز تعملها مالك. انا بطلب مساعدة رجال الدولة لان انا راجل فقير على جد حالي، ودول معاهم فلوس وقالوا احنا هنبعتر وهنجري وهنعمل ونسوي. لان جوزها لسه جاي من السعوديه. تحب تقول ايه لساره؟ طب لو سمعت قول الله يرحمك. عزيز العدل استودعها عند ربنا. قول الله يرحمك. ربنا يرحمك. وربنا يزرع لك الحق يا رب يا رب. واطلب العدل، العدل من السيسي. اطلب العدل من السيسي. طبعاً. لان ديت بنته قبل ما تبقى بنتي انا، لان ديت اللي هي اختارته علشان يبقى رئيسنا على روسنا من فوق السيسي. ربنا يصبرك يا رب واللقاء لله، وان شاء الله احنا في بلد قانون وحقها يرجع. وانا يعني هي اختي وان شاء الله حقها يرجع باذن الله. وبشكر محمد بيه وكيل النيابه. بس لازم اعرفوش محمد بيه ايه. احمد بيه صبري. احمد بيه صبري. احمد بيه صبري. ونعم ونعم الاحترام والادب والذوق. انا بشكره جدا 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 لان قام معايا ولا الاخ. ولا الاخ. وحياة ربنا قام معايا ولا الاخ. ويطبطب عليا يقول احنا معاك وفي ظهرك وقدامك واللي انت عايزه. بدل صاحب حد احنا معاك. وانا بشكر الباشا احمد صبري. شكرا لك. متشكرين لرجال الشرطه على قيامهم معانا وواجبهم معانا. بشكرهم بشكرهم بشكرهم. احنا ممكن حضرتك تقرب لها ايه؟ حضرتك تقرب لها ايه؟ عليها برتقالي. خدي محمد. يعني عايزك تقولي لي يعني ايه اللي حصل بالتفصيل مع ساره وانت كنت فين وقت الحادثه؟ يعني والله احنا اتصل علينا هنا ورحنا
شفنا سارة. تمام. شفنا سارة دخلنا شفناها مقتلة هنا مخبوطة، وكشفنا ظهرها برضو، لقينا ظهرها برضو مكسور، مكسور ودراعها مكسور، وقاموا علينا ضربونا عشان احنا بنتكلم، دوروا فينا الضرب وبعدوا يرموا علينا تراب وبهدلونا، هما سابونا بهدلونا عشان نتكلم كلمه حق. اخر حاجه ساره قالتها لكم ايه ولا كان؟ شفنا ساره اللي مقتوله. احنا شفناش ساره اللي مشفناها، ساره اللي مقتوله. شفنا ساره مقتوله، شفنا ساره مقتوله، مش شفناها صاحيه، مش شفناها الا ميته. طب ساره لو سمعك دلوقتي تحب تقول لها ايه؟ احب اقول لها الله يرحمها ويحسن اليك. عايزين حق، وعايزين حاجه، احنا عايزين حاجه، مش هنسكت على حاجه، حاجه مش هنسكت عليه ولا حاجه عيله. حاجه عيله عشان جايين بالورق على المجمع، محمد المحامي الوقت على طول. حاجه عيله مش عايزين نسكت عنه، عشان حسبنا الله ونعم الوكيل. الادله بتاعت الوقت على المجمع، حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل معانا اهو، بقول لحد حضرتك بقى تقرب لها ايه؟ اتفضل معايا. ممكن بقى تحكي لي بالتفصيل كنت فين وقت الحادثه لما حصلت؟ في بيتنا نايمين لسه، لقينا التليفون بيرن. ايه يا ولاد؟ تعالى ساره بنت حوريه في الكنيسه. مش كده، طبعا جبنا وجرينا زي ما اي حد هيجري. روحنا لقيناهم كلهم قاعدين، حماتها وعماتها. في ايه يا جماعه؟ هي ماتت ازاي؟ قالوا ماتت سكته قلبيه. حماتها بتقول احنا روحت هي نايمه هي وعيله فوق، وانا رحت اجيب العيش، جيت لقيت عيله بتصرخ فوق. بعدين بقول ايه يا بنت انت وهي في ايه؟ قالت تعالى شوفي ماما يا تيتا، تعالى شوفي ماما يا تيتا، تيتا ماما واجعه. انت ساكنه جنبها؟ لا انا ساكنه، احنا كلنا هنا وهي في المنيو. بعدين بتقول طلعت لقيتها واجعه على ظهرها كده على السرير ونايمه ومتخشبه. تمام. وقعدت اجيب عليها ميه واشممها في ريحه واشممها في بصل، مفيش. طبعا هم طلعوها بالليل ميته وقلعوها هدومها ولبسها هدوم عريانه، وسلفها اسماعيل ده قفل عليها الباب من جوه وجزح من البلكونه في بيت الجيران، جزح في بيت جيرانه وقفل عليها. صباح الصبح عشان يعملوا الدور يخبطوا عليها الباب، ما فيش، ما بتردش، كسروا عليها الباب كانها قافله على نفسها. كانها قافله على روحها من جوه ونايمه هي وعيالها، والمفترين على الله ياخدوا الولد الكبير الشهد الوحيد زي ما انت بتقولي، وسيبوا معاها البنتين، بنت سنتين ونص ولا ثلاث سنين وبنت اكبر منها شويه، عشان مش هيعرفوا يتكلموا او عشان يقولوا اي حاجه. تمام. طلعت الناس على صوت البنتين الصغار، ايه يا بنتي في ايه؟ قالت ماما واقعه، ماما مش راضيه تقوم. ايه يقوموا فيها؟ ما فيش. راحت المره وبناتها راحوا ملبسينها ولفوها بملايه وشقيتها في ثاني دور، راحوا لفينها بملايه وراحوا رمينها تحت على سرير حماتها. جينا طبعا شفناها يا جماعه، قالوا سكته قلبيه. احنا خلاص سكتنا، لقيناها متلتمه رابطين الشمله كده ند الشرح اللي هنا، طبعا احنا شفنا وشها بس. اجت رجاله العيله من هنا من العزبه قالوا يا جماعه احنا عايزين نغير لبنتنا. قالوا لا ما تغيروش ولا تعملوا حاجه، احنا غيرنا، احنا غيرناها وعملنا لها الوجه. ولقيتوهم نصبين الصوان هناك ونصبين العزا ومن غير ما يعرفوا، وجايبين تسريح الدفنه وجايبين كل حاجه، مخلصين كل حاجه من الفجر من قبل ما يقولوا لكم. تمام. وجينا احنا بقى ايه يا جماعه مش ينفع كده، يقولوا لا ده هي ميته سكته قلبيه. اجى بقى ايه طبعا اجت رجاله العيله قالوا لا احنا عايزين غير لبنتنا وعايزين نشوف ايه. احنا مش اجت مرات بنتي مرات ابني دخلت قالت لا احنا عايزين غير لخالتي، راحوا جايين مقلعينها. الله اعزم يا زاد وزاد، جيب حق ساره يا رب، يا رب انت اللي تجيب حاجه يا رب، حاجه دان الدور، حاجه دان الدور، تجيب حاجه يا رب وتظهر الباطل. اجت روحت قالوا لا احنا مغيرين لها، قالوا لا احنا لازم نغير لها احنا. اجوا بغيروا لها وبيعملوا جلطه، احنا مغيرين الملابس الداخليه غير لها بس الفوقانيه. قالوا لها على مؤاخذه البرموده، لبسها بنطلون وراحوا مقلعينها الجلابيه المصريه قلبيه ثانيه، بيقلبوها كده لقيوا الزراج ضارب هنا. بيميلوها كده على ظهرها، لقيوا ظهرها متشرح زي ما تكون السنجه، كاسرين ظهرها، كاسرين دراعها بيعمل كده. قطمينه يعني ظهرها ودراعها مكسورين، ظهرها ودراعها وهنا جزازه تلج.
اما تفاجعتها بهز التلج من اللي قال كده ده اللي ابنها ابنها خدوه الجسم قال هنجيب لك حاجه حلوه يا سيد واتكلم قول مين ضرب ماما قال انا مش عايز حاجه وانا هتكلم اقول مين ضرب ماما تيتا مسكت هز التلج وراحت خبطها في امي راحت جايه فيها هنا راحت امي واجع بس كده خلص راحت امي واجع المره الظالمه طيب ازازه التلج دي بعد ما ضربتها وكسرت ظهرها ودراعها ولا ما كان مش نعرف يعني يعني الولد ما الولد ما شافش الكلام ده لا ما شافش غير ازازه التلج الولد ما شافش الا ازازه التلج نزلت تجري منهم باين في الشارع يعني هي صبيه لسه نزلت تجري جريت على اخر شارعهم كده فراحت واقعه على عمود كهربا تمام راحت ضربينها بقى في العمود وخبط راسها بقى العمود غرقان في دمها سالفها وحماتها وحماتها قتلوها من الضرب احنا عايزين القصاص لهم عايزين حكم عادل احنا عايزين حكم عادل تعتبروها بنتكم اعتبروها اختكم احنا عايزين حكم يعني ربنا اللي يشهد علينا وعليكم دي كله حصل لبنتنا واتبهدلت وانضربت واتبهدلت واحنا مش شفناها بنتنا راحوا بقى المستشفى الساعة 2 بالليل وقالنا لا ما حصلش وراحوا دخلوها السجن المستشفى باسم غير اسمها غير اسمها ساره لو سمعك دلوقتي تقول لها ايه اقول لها حسب الله ونعم الوكيل اللي عمل فيكي كده واقول لها استودعناك عين ربنا هتاخد حاجه يوم الله ان شاء الله هي هتاخد حاجه يوم الله مش طلعتوا على الدنيا حطوله عند ربنا ربنا عادل وبحب العادل واحنا عايزين القصاص لهم عايزين العادل عايزين العادل والله انا عايز اشوفك عايزين العادل عايزين العادل حسب الله ونعم الوكيل حضرتك تقرب لها ايه خليك قولي لي بقى ايه اللي حصل بالتفصيل مع صور احنا رحنا هنا الجناح جناح ميتة ومنومينها وعم جايبين التسريح وجايبين ومنصبين الميتة ومخادين كفانها من قبل اهلها متروك قبل ما نروح ولا نشوف بنت متبهدلة اخر حاجة صارة كانت قالتها لك ايه ولا كانت امتى متبهدلة من شهر مش شفناها ما جاتلكمش من شهر من شهر مش فرحة كانت هنا في فرحة كوبا قالت رزينة تجيلة مش خفيفة لانها طيبة وقليلة العيبة ومحترمة وفيها الصفات الحلوة اللي في الدنيا كل صارة لو سمعك دلوقتي تقولي لها ايه قليلة العيبة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم يا رب يا بنت رزينة سمعك يقولها ايه استودعنا عين رحمة استودعت عين درب استودعنا عين درب وصبرنا وصبر أمها صبرنا عليها وصبر أمها يا رب أمها بتجري في بلادها يا حبيبتي يا أختي صبرنا عليها يا أختي مش عارفين نقول إيه يا أختي صبرنا عليك يا أما خالها يا أما طلبي للنائب العام الفصل اللي طلع لنا التصريح ان هو مش ميت لا ايوه لا بلا لا بس يا حبيبتي يا شوف الحكومه رخره رسوم يقدر على دول حبيبتي تقرب لها ايه بقى انا بنت خالتي قولي لي بقى ايه اللي حصل بالتفصيل اللي حصل لما جانا الخبر الساعه 9 ونص ساره ماتت جالوا بنت توفت مشينا من هنا خدنا بعضنا ورحنا من هنا رحنا لقيناها نايمه وكل حاجه خلصانه وبعدين واحد يعني خالي قال لي الخبر اللي جاء العزبه ان البنت مخبوطه تمام جيت انا قلت يا جماعه يا عم احمد انا اللي قلت لابوها يا عم احمد احنا عايزين نكشف على بنتك خلاص يا جماعه عايزين نشوف جسم بنتك طلعنا اللي في الاوضه وكشفنا عليها مش لقينا فيها حاجه بصراحه وبعدين انا لقيت الشمله مربوطه كده متلمته من متمد انا بعمله ايه وفشرشينها كده كمان بلمها ايدي راح جاي على ورم هنا كده وزروق ضارب كده وبعدين انا قلت ايدي يا جماعه ايدي قام قال ده اتاثر طلع الروح جين فرح واتاثر طلع الروح طلعت كلمت الرجاله بعتوا جابوا ده وده والدكاتره والدنيا كلها المهم وساكت جينا بعتنا قلنا يا جماعه طلع لها ريحه احنا عايزين نجيب جزازه ريحه بعتنا جبنا جزازه الريحه وجيت طردت اللي في الاوضه وقعدت انا وبنت خالها وبنت خالتها جلحها هدومها اللي فوق الجنه اللي في جسمها جيت اقلب جنبها كده لقيت جسمها ظهرها كله متشرح متقطع
مضروبه يعني، مضروبه وفوس ظهرها كده تجويره كده ما متقطع، جسمها متقطع من النص. قعدنا نصرخ بجد وجربنا على بطيئه لما طلعت قلت لخالي دول، قلت له يا خال بنت اختك متبهدله، بنت اختك مش حد يرضى اللي هي فيه. نزلها هربنا وغير كده خدنا هربنا كدبه ولا هيكون. ومره تلقى حماتها تقول بيها اتهندت عليا، ومره حماتها تقول ده رجلها واقعه، ومره تقول ده بنت نزلت تقول احنا جعانين، احنا انا جعانه يا تيتا، وماما مش راضيه تسال فيا. يعني حواراتهم كتير، وهي من ضرب عفاها واكله صباحها، جيرانها قال جيرانها قالوا يا مايا اكلت صباحها، عدت صباح حماتها ساره موتوا فيها، ساره وهي بموتوا فيها عدت صباح سبع رجلها. انا قلت للبنت قلت لهم هم كانوا صباح، ساره كانت صباح من طلع روح يلا من كتر الضرب، من كتر الضرب. وهي غلطت جدانا لما قالت الغسيل اهو، قالت الغسيل اهو حسبي الله الغسيل اهو هي لمقه اهو بنت كلام الغسيل، قالت لي انا بديله. دخلت انا اشوف الغسيل، لقيت الغسيل مبلول حزينه، لقيت الغسيل زي ما كنت انت لسه غسلاه، مش لقيتها حد حبه. لقينا جيراننا بعد ما جيتوا اهتموا في المركز يقولوا لنا ده يا جماعه سامحونا احنا مش قدرنا نتكلم منهم. بنتكم الساعه 1 بالليل كانت في المستشفى، بنتكم طبتوا ليه ضربوا فيها، بنتكم كسروا عليها الباب بتاعها، ورحت المستشفى مش لقينا اسمها، واسمها مش موجود في المستشفى. صوره لو سمحتي وقت الايام ايه؟ صورة لو سمعت. اقول لها ربنا يصبر قلوبنا عليك بس ويرحمها ربنا، وهاتوا لنا حاجة مش عايزين غير حاجة سارة عشان خاطر عيال ولا حاجة. خلفت تلاتة، تلاتة عيال معاها بنت نوال. الكبير كانت فرحانة بيه عشان دخل أولى ابتدائي، دي الكبير أكبر طفل سبع سنين، أكبر طفل دخل أولى ابتدائي عنده سبع سنين، معاها رأي عيلتها أربع سنين، ومعاها مكة سنتين ونص مش تمام ثلاث سنين. حبيبتي يا لسه فاطمة ما كملتش حاجة، وبعت الفلوس يهود يا باشا، ويلا ربنا يسامحهم مش عايزين منكم غير حاجة وبس. وبعت في الدنيا يهود يا باشا، يا نور عيني يا أختي خالها مش قادر مش قادر. ممكن الصورة بتاعتها فين؟ ايه مش فاكرة صورتها على التليفون مع مرت محمود. شوفي نور نور، يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا متابعه ابو بير ميديا، احنا النهارده في منزل ساره والد ساره. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا ان ساره هنا يعني توفت بسبب ضرب حماتها فيها. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده ان ساره لسه 23 سنه ام 25 سنه ام لثلاث اطفال، اكبر طفل فيهم سبع سنين في داخل اولى ابتدائي. يعني البنت ماتت بطريقه بشعه جدا، نصبوا الصوان وجهزوا كل حاجه من غير ما اهلها يعرفوا. يعني ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب، ويلهم اهلها الصبر والسلوان، وربنا ان شاء الله يجيب لها حقها. طبعا احنا في بلد قانون، قانون عادل وهياخد مجراه. ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها ويلهم اهلها الصبر والسلوان. شكرا لكل المتابعين اكبر ميديا، وان شاء الله تتابعونا في لايفات تانيه كتير. مع السلامه.